السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشقة دي مفروشة للإيجار في مدينة نصر آخر مصطفى النحاس الحي الثامن، مساحتها 155 متر، عبارة عن 3 غرف. الغرفة الأولانية اللي احنا شفناها فيها 3 سراير، وده كده شكل الريسبشن، في أنتري بسيط خالص والأرضيات كلها سيراميك والتشطيبات زي ما انتوا شايفين. الدور في العمارة دي في شقتين، والشقة دي في الدور الرابع، فيها كافة العدادات، فيها عداد غاز وعداد كهرباء وعداد مية، وكل العدادات دي مع يعني كل الفواتير بتاعتها مع 3500 جنيه ايجار، يعني شقة ببلاش. 3500 معاها ضمة الفواتير كمان، يعني اللي هيسكنها مش بيدفع اي فواتير تانية غير هما 3500 بس. فيها سخان، يعني بصوا التشطيبات بتاعتها بسيطة جدا، ما فيهاش حاجات كتير، يعني هي عبارة عن كل أوضة فيها مروحة، وفيها الأوضة دي تانية فيها سريرين وفيها بلكونة بتبص لنا على شارع. طبعا الفيو قدامنا فيه عماير برضو او في بيوت برضو بتبص، بنبص عليه على طول، يعني هنا في بيوت في الوش برضو. دي قريبة جدا من موقف الباصات، يعني على الشمال الناحية التانية كان في موقف للميكروباصات والعربيات وكل الأماكن بقى اللي بتودي في كافة المناطق بتاعت مدينة نصر. كل أوضة فيها في أوضة فيها 3 سراير، ودي الأوضة دي فيها 2 سرير، وطبعا زي ما انتوا شايفين الأرضيات كلها سيراميك وفيها دولاب. كل أوضة فيها شباك بيبص لنا برضو على شارع. الأوضة دي الثالثة، دي أوضة التالتة فيها برضو مروحة وفيها دولاب بس بسيط، وفيها 3 سراير، ومطلوب فيها 3500 جنيه إيجار شاملة كفة كل حاجة. الشقة يا جماعة 155 متر، فيها 3 غرف، والفرش بتاعها بسيط جدا، يعني عبارة عن سراير والدولاب. دي ممكن تنفع لي كطلبة، كسكن للطلبة، لان هي قريبة جدا من جامعة الازهر، والريسبشن بسيط خالص، يدوبك في انتريه وفي كام ترابيزة، والدور على شقتين. هي كل الشقة كل اوضة منهم فيها مروحة وفيها حمام ومطبخ بسيط جدا، فيه بس التلاجة والبوتاجاز والغسالة، الحاجات الأساسية أو الضرورية للشقة. وكمان الشقة في الدور الرابع هي حمام واحد، وكمان فيها سخان، كفة الفواتير شاملة المبلغ اللي هو 3500. وكده خلصنا الفيديو، خلصت الفيديو بتاعنا النهاردة، وعرفتوا مواصفات الشقة على طريقة سريعة. طبعا معذرة التصوير لما بيجي بالطول بيبقى مش حلو خالص، فكده انا قلت لكم بيانات الشقة بصورة سريعة. اتمنى تكون الشقة للي عايزها يقول لي في الكومنتات، وكمان بسيب لكم رقم للتواصل تحت في الديسكريبشن، واللي عنده شقة عايز يعرضها للبيع او للايجار يبعت لي مواصفاتها وبياناتها ويتواصل معايا عن طريق الرقم اللي بسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. وكده خلصنا الفيديو، مع السلامة وفي حفظ الله، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله.